بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الجو النهاردة. الدنيا هادية، مفيش رياح، مفيش أتربة، فيعني بشكل عام كده مطمنين لحد دلوقتي. وطبعا بالفعل يمكن اليوم الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام في كل المحافظات. احنا اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تسجل 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بالفعل ان احنا بنتأثر الأول بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط طبعا من جنوب أوروبا، بالإضافة كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، فبالتالي أجواء فترة النهار أجواء شتوية دافية على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد جنوب سيناء، مائلة للدفء على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، ده بيكون فترة النهار وكمان تحديدا في فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس. لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون محسوس أكثر في فترات الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر. أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، يمكن كمان بعض المناطق ممكن أجواءها بتبقى أجواء شديدة البرودة زي المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير. فرق درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز بعض المحافظات 10 و12 درجة مئوية. كمان اليوم طبعا مع وجود المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وخاصة كمان على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وده متوقع يكون معاه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط. الأمطار بتكون على فترات متقطعة من اليوم، يمكن هي بدأت بالفعل خلال الساعات الماضية على محافظة الأسكندرية وبعض المناطق من محافظة البحيرة، لكن هنأكد أن هي مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وهنلاحظها في بعض المحافظات والمحافظات الأخرى لا. بالإضافة كمان نشاط الرياح محدود اليوم هيكون في بعض الأماكن من جنوب سيناء، لكن باقي مناطق الجمهورية في اعتدال كامل في سرعات الرياح بشكل كبير، وممكن ده بيدي مردود كويس جدا على البحر المتوسط. حركة الملاحة البحرية معتدلة، ارتفاع أمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، وأيضا البحر الأحمر مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن هنخلي بالنا بس من التعمق داخل البحر الأحمر، لأن ارتفاع الأمواج داخل البحر الأحمر ممكن يوصل 2.5 متر، لكن مؤهل أيضا كافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. الأحوال الجوية المستقرة دي متوقع كمان هي تكمل معانا غدا الجمعة، يمكن لحد بداية الأسبوع اللي جاي أحوال جوية مستقرة، درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام طبعا. الشبورة المائية طبعا ظاهرة جوية مؤثرة دايما فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي ما بتأثرش تماما على حركة المرور لأنها أصبحت شبورة مائية خفيفة وبتتلاشى وبتختفي فور سطوع أشعة الشمس. بنأكد بس على كل السادة المواطنين وبننصح كل السادة المواطنين عدم تخفيف الملابس، استمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة لو بنخرج فترات الليل أو فترات الصباح الباكر، لأن لسه البرودة موجودة معانا في فترات الليل بشكل كبير، مش عاوزين ننخدع تجنبا طبعا لنزلات البرد. طيب قبل ما نسيب حضرتك، طمنينا عن نسبة الرطوبة ممكن تأثر علينا ازاي النهارده؟ هو الحمد لله في الوقت ده من السنة نسبة الرطوبة مش مرتفعة بالشكل الكبير، يعني احنا بنقول في المناطق الشمالية لا تتجاوز 75 و80%، في المناطق الجنوبية طبعا بتكون اقل من كده، ده طبعا فترات الليل، فما بتأثرش تماما على احساسنا بقيم درجات الحرارة، ودي الميزة الأساسية في الفترة دي من السنة. وكمان في فصل الربيع ان اغلب مصادر الكتل الهوائية يبقى فيها نسب رطوبة منخفضة، فده ما بيخلينيش احس بقيم درجات الحرارة بتبقى موجودة فترة النهار تحديدا.
بشكرك فنيا، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها طبعا بالقاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 23-12، اسكندرية 21-12، العلمين الجديدة 20-12، ومطروح 20-12، دمياط 22-13، بورسعيد 21-14، والإسماعيلية 23-12. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 13، العريش 21-11، كاترين 19-4، وطابة 23-14، حلايب 25-20، وشلاتين 27-19، شرم الشيخ 25-15، والغردقة 26-14. الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 12، بني سويف 23-12، الوادي الجديد 27-14، وأسيوط 25-11، سوهاج 27-13، قنا 28-13، الأقصر 28-14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لمنى وعبده نكمل معاهم فقرة. شكرا لك كلامك.